أنا بتصور هذا تضخيم للموضوع من قبل إيران، لأنه إيران عندها العراق اليوم بيدها، عندها لبنان بيدها، وبسوريا، لأن تقريبا عندها هي والنظام بتحالف قوي. ولكن هل تحاول السيطرة كليا على النظام في سوريا وتأخذ سوريا وتغيير الوضع الديموغرافي؟ طبعا. ولكن إنه الأمريكان إذا بدوا يروحوا تيفتحوا حرب مع إيران اليوم، أول شيء ما بيقدر الرئيس بايدن يذهب إلى حرب مواجهة مع إيران بدون الإذن من الكونغرس الأمريكاني، لأنه أي حرب رح تطول أكثر من 3 أشهر، وهو فقط معه 3 أشهر وقت لا يقوم بأي عملية غدر إذا كان من أما بحاجة لإلها ضد الإيرانيين. ولكن إذا بده يكون في حرب طويلة عليه أن يذهب إلى الكونغرس يشرح للكونغرس ماذا يفعل الإيرانيون. وبكل حال يعني ليس من الضروري أن يقنع الكونغرس، أن الكونغرس هو راضي أنه ينفتح حرب مع إيران، لأنه بيعتبروا إيران عم تتسلط على المنطقة، إن كان محتينا لبنان وسوريا والعراق، ويجب التخلص من هذا النظام. ولكن هذه الإدارة لا تحاول التخلص من الإدارة من النظام الإيراني، وهي تتعامل مع النظام الإيراني بجدية للوصول إلى الاتفاق النووي من جديد. فأنا أخشى أن ما تقوم به إدارة بايدن هي عملية تمويه، ولكن هذه عملية التمويه مكشوفة من الإسرائيليين، من الشعب الأمريكاني، ومن الكونغرس الأمريكاني، وحتى من الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكاني المحبذين للرئيس بايدن.